السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ونهار جديد عن أختكم نادية. كما راكم تشوفوا كما عودكم دائما من سطح بيتي ومع نباتاتي البسيطة والرائعة في نفس الوقت وقليلة. ألوغ غادي ندير معاكم هذه طريقتي. شوفوا في هذا العام اللي جراني غرست بون ندخل في الموضوع ديريكت ومن بعد شوف هذه النبتة هذه راكم تشوفوا هذه ديجا فتحت وكملت ما والله ماني حاس احنا نقولوا لها بالعربيه بالجزائريه نقولوا لها قروفله. شوفوا هذه كيبست كيما هكا وتعرفيها باللي تلوات وهودت كيما هكا نعرفوها باللي صايي راهي البذور تاعها راهي واجده. شوفوا هذه ديجا قلعت هذا الروك راكم تشوفوا غادي نوريكم هذه البذور تاعها كي دايره. شوفوا هي لا راكم تشوفوا هذه هي البذور تاع هاد النبتة ريحتها ما شاء الله. وانا كنت عندي بزاف الانواع وغي هذه اللي الحق اللي ناضت لي هذه الصفرة هذه هي كاينه البنيه وكاينه اللي حمراء ان بو روج فوالا. الوغ كما قلت لكم هذه غرستها هذه صايب سكينه راهي بدات تتعفن وبدات غادي نقلعها ما نخليهاش باسكو مادامها هذه قلعتها ثاني راهي يابسه وراني شاريه منها ملي دي كاينين بزاف يتباعوا الانواع والله شريتهم ما غرستهمش مي جو سي ميم با وراني حاطتهم. المهم راني غير من هذه ونعاود فوالا كيما هذه كيما هذه غادي نخليها هذه تيبس يجي هاي وحده منها ثاني راهي يابسه راهي واجده. شوف كي دير نرفدها كيما هكا ونقلعها صافي راهي واجده. وكيما تعرفوا انا دائما في بو واحد في فاز واحد نغرس بزاف الانواع. مثلا هذه غادي صاين الموسم تاعها غادي تكمل فوالا ما غاديش نخليها منها تدي لي الماء بزاف ومن غادي نقلعها هكا قدامكم فوالا نخلي هذا التراب هنا يقعد هكا. هادو تاني غادي نقلعهم باسكو سي موش ما ولا انا هذه صح غادي نقلعها هذه الصغيره هذه خلي هادو الكبار هادو غادي نقلهم ان شاء الله في فاز واحد اخر ونخليهم وحدهم. والحبق كذلك راكم تشوفوا هذا تاني راني ديجا قالعه منو هاد البذور تاني هذا غادي نقلعو ما غاديش نخليه هكا باش نحافظ على الماء على هاد النبته باش تبقى لي غير هادي تبقى غير هاد النبته هادي اللي شابه تاني. قلت لكم راهي جات عندي جديده ضيفه جديده عطاتها لي جارتي هنايا فوالا راكم تشوفوا تبقى غير هادي في هاد الفاز هذا. وهادي تاني كذلك شوفوا هنا تاني راني غارسه زوج منها نخلي هادي وهادي وهادو غادي نقلعهم غادي ننقلهم كيما قلت لكم نروحوا لهاد النبته هاد البذور تاعها. شوفوا كي نغرسهم انا طريقتي في الزراعه تاعهم شوفوا ديجا راني غرستهم هنايا وهاهم ناضوا شوفوا ما شاء الله كي نغرسهم هادو. شوفوا نجيب هاد البذره هادي هكا ونديرها غير هكا نحطها غير هكا نرشقها في نغطسها في التراب فهمتوا. نجي ثاني لوحده من هادو اللي تكون سوليده كيما هادو كيما هادو ماهمش هادو نرميهم هادو اللي تكون كحله سوداء وقاصحه ولكن ديرها كيما هكا ما تتعوجليش. ايا نجيبها هنايا نحطها غير هكا راكم تشوفوا هكا ديرها غير هكا وتنوض. هادو غرستهم كيما هكا ودروك اش غادي ندير هادو اللي ناضوا هنايا وراهم كبار وشابين هكا شوفوا هنا شعا كاين من وحده نحسبوهم بسم الله ما شاء الله كاين حزمه ما شاء الله عليها. اي غادي نقلع بالوحده راكم تشوفوا غادي نقلع بالوحده مثلا هذه غادي نقلعها هذه راهي واجده ديجا ها شوفوا ندير لها غير هاك ها نقلعها بها بجذورها حتى تشوفوا شوفوا حتى الاخرى تاعها راهي لازقه فيها راكم تشوفوا البذره تاعها مسكينه راهي لازقه في امها هيا لا هذه هيا غادي ديريكتومون نحطها هنايا باسكو كوم هي كبيره هكا وشابه غادي نديرها في الوسط فهمتوا. سمحوا لي راني نصور بيد ونغرس بيد ندير ان ترو هنا هكا في الوسط راكم تشوفوا وهادي هيا ندخلها هنايا نخليها هكا شويه كيما هاك لكن نكمل كاع نغرس نسقيها فوالا ندير نوتر ترو ندير وحده هنا جو كومونس افير لي ترو دابور اي ابري جو لي بلانت
سوغال لي طرو واجدين. فوالا فوالا، ندير تاني ان طرو ايسي، وهنا تاني واحد. نمشي نحوس نقوي لي فاس، باسكو كيما قلت لكم الماء راه قليل وراه عزيز بزاف بزاف، فهمتوني. فوالا راني درت كوميان دو طرو هنا. بون غادي ندير وحده هنايا، معليش هذيك الا ناضت صحه ما ناضتش سي غيا. انا غير وريت لكم الطريقه، هي قلت لكم تنجموا في موسم واحد تغرسوا بليزيغ فوا. فوالا غادي ندي تاني وحده اخرى من هادو، ها هي، وغادي نحطها هنايا. خليها شويه نصها في التراب ماشي كاع. زيد تاني وحده اخرى غير باش تفهموا مليح مليح. راه بزوج، شوف هاك شوفوا كي كان هذا الفاز وكي راه دربك. غادي ندير عليه صوره مصغره، نزيد تاني واحده اخرى وغادي نكملهم ان شاء الله. شكرا لكم وشكرا للمشتركين الجدد اللي التحقوا بالقناه، نورتوا وشرفتوا ومرحبا توجور بكم وبدعمكم المتواصل. اخواتي اللي راهم معايا صافي ديزاني، شكرا لكم جزيل الشكر. فوالا شوفوا هاد لو طرو كذلك غادي ندير نطلعها شويه ونزيرها على التراب ونجبدها شويه هكا ما نخليهاش، لازم لي فاي ما يتوشوش الماء باش نضمن التعفن تاعها، ما يتعم نضمن النمو تاعها. فوالا راكم تشوفوا انا بخاسك، شوفوا هنا شعب باقي، انا بخاسك ناضو كاع مساكين، وانا عارفه بلي نوضولي باسكو نظهري نغرس في العام نغرس عام خطره. تشوفوا هذه هي، شوفوا هاي هذه غادي تنوض وتكبر ودير قريب دير البذور، ويا ويزيدوا هادو الصغيرين هادو اللي نوضوا منا ثاني غادي يكبروا ويولوا شابين ما شاء الله. هذا هو شوفوا ما شاء الله عليها نبته ولا اروع، رائحتها زكيه. شوفوا كي نزيروا عليها كيما هكا نشموها نسيبوا الريحه فيها. فوالا هذا هو الفيديو تاع اليوم. شوفوا هنايا كي كانت ملضوضه مسكينه، راه باقي هنا شعك باقي زوج هنايا لازم نقلعهم ما نخليهمش، نديرهم تاني هنا نشوف لهم كاش بلاصه. هذه تاني فوالا نكملوا نتلاقاو ان شاء الله. والان صايا يعني كملت كاع حد نقلتهم كاع، شفتوا هنايا شعك كانت كانوا هنايا بزاف منهم هنا صايا كاع قلعتهم. كاين اللي هذه تاني قلعتها مي ما غاديش تنوض جو سي ماتت تموت ما قلعتهاش بلي غاسين مي بزاف. فوالا هذه ثاني غادي نقلعها وما عنديش ما غاديش نخليهم هنا بزاف يدوا لي الماء. هذه ثاني قلت لكم غادي نقلعها ونديرها في فاز واحد اخر، وهذه كذلك نخلي غير هذا هنا وحده اللي جاها وطلق. شوفوا طلق واحد البيبي مسكينه، شوف عاوينه اه هذه النبته جو سي ميم با كيسموها. المهم هذا هو، شوفوا ما شاء الله جميله جدا هذه النبته. البذور تاعها هذه هي اللي ما تعرفش كيما انا ما نش حاسه الاسم تاعها، هذه هي الزهره تاع هذه غادي تكبر ودير لي زهره كيما هكا. وتشوف هذه هي البذور تاعها، انا هذه ما غادي ندير بها والو، هادو غادي ندسهم نديرهم في قاروره ونحافظ عليها ان شاء الله. المهم يلا خليكم على خير، شكرا لحضوركم شكرا لمشاهداتكم الوفيه، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر ونبتة جديدة ونبتة أخرى طريقتي في الإكثار منها. إلى موعدنا المقبل إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.